التسييم بالنسبة لشادي الهمامي ماهر الحداد، ماهر الحداد وتألق لمعز مشرفية، زكريا اللافي ثم شادي الهمامي ثم ماهر الحداد والهدف الثاني. الهدف الثاني في وقت وجيز، في وقت سريع يسجل ماهر الحداد الهدف الثاني بعد هفوة دفاعية في مناطق الترجي الرياضي التونسي. إذن هدفان مقابل صفر لفريق عاصمة الجنوب، هدفان مقابل صفر لفريق عاصمة الجنوب، والسلسلة من الهفوات في محور دفاع الترجي وماهر الحداد. شوفوا يتباطأ ويفقد توازنه إدريسا كوليبالي، ماهر الحداد يبعد على وليد الهيشي، صوب يتألق في مناسبة أولى معز بن شريفية، ثم التصويبة من زكريا اللافي ترجع لشادي الهمامي اللي يمهد لماهر الحداد واللي غالت الحارس معز بن شريفية. إذن هدفين مقابل صفر لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي حاليا مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول. وبتبع قلنا مشاهدين